والله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. انتمينا فكريا إلى الإخوان المسلمين عندما التحقنا بالجامعات المصرية نحن وشباب كثيرون في بداية السبعينيات 71، ثم اتضحت أمامنا صورة المناهج الحركية للعمل والفكرية بالنسبة للإسلام مع ظهور جماعات التكفير والهجرة والعنف وحرب العصابات والجهاد وغيرها، فأسسنا الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ثم انتشرت إلى جامعات مصر كلها. وقبل منتصف السبعينيات بدأنا نفكر جديا في ضرورة الالتحاق بالإخوان المسلمين، جيل كان استقر فكريا على منهج الإخوان واستقر حركيا على الالتحاق بالإخوان. كما لسنا حزبا سياسيا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا، ولسنا جمعية خيرية وإن كان عمل الخير والإصلاح حق بمقاصدنا، إننا لسنا شيئا من هذه التفسيرات، ولكننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيد بيت ولا يقف دونه حاجز جغرافي ولا ينتهي بامر حتى يرقى الله الارض ومن عليها، ذلك لانه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الامين. لم يفرض علينا الاخوان شيئا، طلبوا ان ندخل افرادا، ودخلنا افرادا وبقينا افرادا جنودا، تتلمذنا على يد هذا الجيل العظيم، جيل الذي تربى على يد حسن البنا والذي صمد في السجون وضحى. هذا الجيل كان صاحب فضل على آلاف وملايين الشباب، أنقذوهم من تيارات التكفير ومن تيارات العنف إلى المنهج الوسطي المعتدل الذي هو منهج الإخوان المسلمين. منهج وسطي معتدل يقول الإخوان المسلمون في مصر عن مشروعهم السياسي: يريدون طمأنة الجميع، لكن كثيرين لا يزالون يبادلونهم محاولات الطمأنة بالقلق. لا يوجد قلق بالنسبة لي أنا شخصيا، القلق هو بالنسبة للجماعة وعلاقتها بمستقبل الوطن، وهذا القلق قديم منذ أن بدأت دراسة تاريخ الجماعة من أكثر من 15 سنة، عندما اكتشفت كلمة حاكمة قاصمة للمرشد الأول الأستاذ حسن البنا، أما عمل أول برنامج لجماعة الإخوان المسلمين بعد في المؤتمر الثالث، قال هذا المنهاج كله من الإسلام، وكل نقص منه نقص من الإسلام ذاته، كله من الإسلام، يعني حضرتك لا تستطيع أن تنقد حرفا فيه لأنك تبقى بتنقد الإسلام. لو قلت أن البرنامج ده ناقص حاجة يبقى الإسلام هو اللي ناقص. هكذا صادر البنا الدين لصالح الجماعة، وبالتالي يصبح كل مخالف أو مختلف مع الجماعة مخالف أو مختلف مع الإسلام. هذه هي القضية المحورية التي أعتقد إنه تفصل بين مستقبل الوطن وبين تحرك الجماعة. الإخوان
لا يخترعون مبادئ، لما نحن عندنا قواعد هي اسمها عندنا الشورى. الشورى مبدأ أن يكون هناك ما يسمى بأهل الحل والعقد، تختارهم بأي طريقة من الطرق، بالانتخاب، بالتعيين حسب الحال، ثم هؤلاء يطرح عليهم مسألة، هذه المسألة على النائب، على الرئيس أو النائب أو الخليفة أو الملك أو whatever أو ما كان يعني اسمه، هذا عليه أن يلتزم بهذا القرار أو هذا الرأي الذي أخذ بالشورى، أولا لأنها هتعبر بالتأكيد عن رأي الأغلبية، ثانيا لأننا نعتقد كمسلمين أن فيها بركة من الله تبارك وتعالى أن نأخذ بالشورى. هم لا يملكون الحق في الاختلاف، فكل من قاله المرشد العام الأول صحيح، ولا يجرؤ أحد، لا يجرؤ أحد، أعيدها للمرة الثالثة، لا يجرؤ أحد أن يقول أن البنا قد أخطأ ولو في همسة أو لمسة. وبالتالي هم يختلفون في القدرة على الأداء، لا يوجد مرشد جاء يمتلك لا ذكاء ولا فطنة ولا قدرة حسن البنا. الإخوان المسلمون أوفياء لمؤسس جماعتهم الإمام حسن البنا، لكن واقعيتهم السياسية جعلتهم يقدمون على بعض ما نهى عنه الإمام المؤسس، ومن ذلك مثلا تأسيس حزب، فالأحزاب كانت في فكر الإمام ممنوعة، وصارت بعد الثورة المصرية ضد مبارك وسيلة فضلى للعمل السياسي والوصول إلى أرفع المناصب، فكان أن تم تأسيس حزب الحرية والعدالة ببرنامج أسال حبرا كثيرا. يعني حزب الحرية والعدالة عندما وضع برنامجا لم يضع برنامج سياسي فقط، وإنما وضع برنامج اقتصادي واجتماعي وتنموي. يقوم برنامج حزب الحرية والعدالة على إعادة اكتشاف المواطن المصري على الحريات العامة والحريات الخاصة، على استقلال القضاء والتقاضي أمام قاضي عادل نزيه يحمي الحقوق والواجبات، المواطنة حق أصيل للشعب المصري. هو يضع كل هذه البرامج من خلال منظور إسلامي، من خلال رؤية إسلامية، يريد أن يرسخ أو يترجم الشريعة الإسلامية على أرض الواقع من خلال برنامج اجتماعي يضمن التكافل الاجتماعي بين المواطنين، يضمن وجود منظومة أخلاقية وقيمية مختلفة عما كانت عليه، إعادة إصلاح هذه المنظومة التي أصابها كثير من العوار خلال النظام السابق نتيجة الفساد ونتيجة عدم احترام أو احترام المواطن وعدم إحساس المواطن بأنه جزء في هذا المجتمع. كان لافتا أن حزب الحرية والعدالة لم يقتصر على مسلمي مصر فقط، وإنما ضم أقباطا وصل بعضهم إلى مناصب عالية فيه، على غرار الدكتور رفيق حبيب الذي يؤكد أن أكثر من 100 مسيحي هم من بين مؤسسي الحزب. لا، أنا في الأول أقول لكل المصريين بما فيهم المسيحيين الضمانة الحقيقية للشعب المصري، الشعب المصري وسطي ومعتدل، الشعب المصري لن يقبل التشدد، لا يمكن التشدد أن يكون أغلبية، الشعب هو الذي يحدد توجهات العليا، الشعب هو الذي يحدد كيف يكون هذا المجتمع كله مبني على أسس المواطنة والمساواة. إذن خيارات الشعب هي الخيارات التي ستكون حاكمة، كل القوى السياسية ستعمل داخل خيارات الشعب، وسيكون الشعب عليها رقيبا وحسيبا. لذا أن أطمئن الجميع أن هذا الشعب المصري الوسطي المعتدل الأصيل العريق سيقيم بالفعل ديمقراطية جيدة وحياة سياسية تضمن الحرية والعدل والكرامة للجميع. هو التنظيمات الإسلامية كلها يعني بنيت على الدكتاتورية، لأنه للأسف الشديد يشعر الأمير في أي تنظيم إسلامي أنه مكلف من الله بفعل ما يفعل، وهذه إشكالية. مثلا جماعة الإخوان تقول أنها عندها ديمقراطية وشورى، وهذا غير موجود بالمرة. الشورى في الإخوان تقوم على نسبة 10% من الأفراد لا أكثر. منين تجيب الحزبة دي؟ 50% نساء ما لهمش دعوة بالموضوع ده، معزولين عن العمل الشوري وعن أخذ الرأي. وال50% اللي بقية مقسمين، اللي محب واللي معاون واللي كذا، يبقى 10% من الإخوان يسمون أنفسهم بالإخوان العاملين. في إطار هؤلاء العاملين بتجري الانتخابات،
فإذا تمت الانتخابات مسموح لمكتب الإرشاد أن يضيف نسبة 20% على النتائج، إذا انتهى الأمر إلى لا شيء. يعني هي هو في شكل وفي لغط بيجري، يقول لك الإخوان بيعملوا انتخابات وكذا، بينما هي ليست الانتخابات التي تعرف عليها الناس. لو أراد المرشد أن يعرف قيمته في الإخوان يستفتي على نفسه قاعدة الإخوان كلها 100%، يبقى في فعلا في شورى وفي ديمقراطية. لكن 10% هو ضيف عليهم نسبة تحقق له التواجد وتحقق له الفوز بالمنصب، بالتأكيد ستأتي به. إذن إيه؟ ما فيش للشورى ولا انتخابات ولا حاجة، في شكل. الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر أظهرت أن جماعة الإخوان المسلمين لها جذور ضاربة في عمق المجتمع المصري، فبعد تراجع التيارات القومية واليسارية والناصرية كان الإخوان القوة الشعبية الأولى التي ينحو صوبها الكثير من أبناء مصر للتعبير عن غضبهم على الأنظمة أو لتغيير أوضاعهم الحياتية والسياسية. ولكن ثمة من يعتقد بأنهم لم يلتحقوا بالثورة ضد مبارك إلا بعد أيام على انطلاقتها. لا أعتقد أن فكرة الثورة الشعبية كانت معتمدة لدى الشيخ البنا، لكن التغيير المجتمعي أعتقد كان طاغي في فكر البنا، تغيير المجتمعي ولا بأس من الانقلاب على السلطة وإقامة الدولة على المجتمع الذي ساهم هو في إعادته إلى روح الإسلام وما إلى ذلك. حتى المرشد السابق الأستاذ مهدي عاكف عندما سألته لماذا لا تقومون بثورة، فأنكر ذلك تماما وقال أننا لا نؤمن بالثورة، الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالثورة. لكن عندما قامت ثورة يناير رفض الإخوان الاشتراك فيها وكرروا نفس الأدبيات القديمة، نحن لا نؤمن بالثورة المسلحة أو لا نؤمن بالثورات الشعبية، لأننا نؤمن بالتغيير القاعدي للمجتمع ونحاول أن نبني مجتمعا أو نصلح مجتمعا من القاعدة، لأن ذلك هو الأجدى. ثم بعد ذلك يتحدث عن أن الثورات في مناطق أخرى أو في بلدان أخرى فشلت، وماذا جنينا من الثورات؟ كانت هناك ثورة يوليو ثم لم نجن منها إلا حصاد الهشيم. باطل! ربما تأخر الإخوان بالالتحاق بالثورة بسبب قلقهم من غرق البلاد بدم الاقتتال، هذا ضد المجتمع، ده يكفر المجتمع. ففي الرابع من شباط فبراير عام 2011، أي قبل تنحي الرئيس حسني مبارك، عقد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري اجتماعا مع الإخوان المسلمين، خرج بعده وكيل حزب العدالة والحرية سعد الكتاتني آنذاك ليؤكد أن كلام عمر سليمان موضوعي وأن هناك مخططا لإحراق البلد، يجب على الإخوان معاونة نائب مبارك في التصدي له. وأكد الكتاتني أنه اتفق مع نائب مبارك على إلغاء حالة الطوارئ والتشاور مع المتظاهرين لإخلاء الميدان وإجراء التعديلات الدستورية وانتخابات النقابات.
إخوان، آخر من دخلوا إلى ثورة يناير وأول من خرجوا من الميدان هم دخلوا يوم 28 يناير بعدما تبدأ النظام يتهاوى، وخرجوا فورا يعني أن طلب منهم من المجلس العسكري أن يخرجوا من الميدان يوم 11 فبراير في 2011. الإخوان المسلمين بالطبيعة قوة محافظة وليسوا قوة ثورية، وبعدين لما بتقال عليهم بالثوار أو من ضمن الثوار يعني تبدو غريبة شوية، لأن في تراثهم وفي مواثقهم وفي سياستهم هم قوة محافظة أقرب دائما إلى فكرة الصفقات. واحنا نفتكر انهم حاولوا يعملوا صفقه مع نائب رئيس الجمهوريه السابق عمر سليمان في الايام الاخيره لمبارك، لكن الحقيقه بعض قيادات الشباب وقيادات الاخوان وعمال مفتوح اعترضوا على ذلك في مجلس شورى الاخوان. نفس فكره الصفقه غلبت على الاخوان طوال سنوات مبارك، ونفتكر في 2005 عندما حصلوا على 88 مقعدا كان ذلك بصفقه مع النظام السابق ووزير الداخليه حبيب العدلي والامن القومي، والمرشد العام السابق الاستاذ مهدي عاكف اعترف بذلك. كنت انا اول من نشر عن هذه الصفقه، لكن الدليل القاطع ان مرشد الاخوان المسلمين في حينه مهدي عاكف اكد ان كانت هناك صفقه. فسر الباحثان في معهد بروكينغز عمر تسبينار وجوناثان لورنس في تقريرهما في 23 من كانون الأول ديسمبر عام 2011 موقف الإخوان من الثورة والسلطة، فقالا: إن الإخوان المسلمين وضعوا منذ البداية مصالحهم السياسية قبل أهداف الثورة، وأقنعوا الناس بأن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعي على كل مسلم، وأكدوا أن رفض التعديلات الدستورية ليس سوى مؤامرة ضد الإسلام. مشاركة الإخوان لم تكن خالصة للثورة ولا لمصر ولا لشعب مصر ولا لاستحقاقات الثورة، بدليل أن في أول محطة تركونا ليتفاوضوا، إما ونحن في قلب الثورة لم تنتهي بعد مع عمر سليمان زي ما بقول الفكر اللي هو في إطار النظام، إما بعد ذلك تفاوضوا مع المجلس العسكري. وكان أنا بعتبر أن الاتفاق الذي كان خطيئة كبرى ارتكبها المجلس العسكري والإخوان، والذي جعلنا فيه ما نحن فيه الآن من عدم دستورية ومن صلاحيات الرئيس إيه والدستور أولا والجمعية التأسيسية كل اللي احنا فيه ده، لأن هم عملوا هذه الخطيئة واتفقوا عليها باسم الدين، قالوا للشعب قولوا نعم، وباسم الاستقرار قولوا نعم من أجل الانتخابات أولا. هذا كان خديعة من أجل مصلحتهم أولا وليس لصالح الشعب المصري الذي كان لابد أن نضع دستورا أولا. نحن ندرك أن هذه مرحلة حرجة وأن هذه مرحلة انتقالية، وأن حصول قوة ما سياسية على موقع رئيس الجمهورية أو حصول نفس القوة على أغلبية في البرلمان سيؤدي إلى نوع من الإعاقة للانتقال السلس والآمن إلى نظام ديمقراطي. من هنا قررنا طواعية وقبل أن يتنحى مبارك عدم ترشيح أحد منا إلى موقع الرئاسة، وقررنا أيضا بقرار ملحق عدم تأييد أي حد من الإخوان المسلمين سيترشح منفردا مخالفا لقرار الجماعة، لإدراكنا أنه نحن نريد مرشحا توافقيا، نريد مرشحا تتفق عليه كافة أطياف العمل الوطني والسياسي. حديث عصام العريان عن عدم ترشيح أحد الإخوان المسلمين للرئاسة تغير فيما بعد. أثبتت أحداث مصر ما بعد الثورة للإخوان أن قيادتهم للبلاد من على رأس السلطة بات ضرورياً لإحداث التغيرات المطلوبة. كرروا ذلك أكثر من مرة، بينما خصومهم يقولون إن الإخوان أرادوا احتكار كل السلطة. للأسف الشديد في السنوات الأخيرة وبالذات في الفترة الأخيرة حينما سقط نظام الرئيس حسني مبارك بثورة شعبية فريدة أدت إلى رفع الغطاء عن التيارات الإسلامية ومنحهم فرص للحركة، بدأت الأمور تسير في اتجاه مقلق. سبب الأساسي شعور هذه القوة يعني بالاستعلاء والترفع عن باقي القوى السياسية نظرا لبروزهم بقوة واضحة في الميدان، تصرفاتهم التي
اتجهت إلى التفاهم مع السلطة على حساب الباقي القوى السياسية. حدث هذا حينما كنا في الثورة، حينما تركنا الإخوان وهرعوا إلى نائب الرئيس الأسبق السابق عمر سليمان لإجراء اتفاقات معاه من أجل التوافق على المستقبل. ثم حدث هذا الأمر بحواراتهم مع المجلس العسكري، والتي كان من نتيجتها تكوين لجنة للتعديلات الدستورية لم يمثل طرف سياسي فيها إلا الإخوان المسلمين، وعلى رأسها المستشار طارق البشري وهو أيضا إسلامي التوجه. والكل سيحافظ على هذه الثورة العظيمة إن شاء الله تعالى، وسيبقى ميدان التحرير رمزا للأطهار فقط. في هذه الثورة المصرية الشعبية البيضاء حرصنا من اللحظة الأولى ألا نكون كإخوان مسلمين في واجهة الثورة، ولم نحرص على قيادتها بشكل واضح. حرصنا أن نقدم لها كل الدعم المادي والمعنوي والسياسي والجماهيري. حرص أفرادنا على التواجد طوال الوقت في الصفوف، يعني دفاعا ضد البلطجة والتغول الأمني وكل صور ضرب النار، لكن كان عندنا يعني محدد واضح، وهو ألا تتحول في أي لحظة إلى ما يمكن أن يستفيد منه النظام في تصويرها أمام العالم على أنها ثورة إخوانية أو ثورة دينية أو ثورة إسلامية. من يعود إلى أدبيات الإخوان المسلمين وبياناتهم يلاحظ أنهم توقعوا ثورة في مصر، لا بل وحذروا منها أيضا قبيل فترة قصيرة من اندلاع الثورة وسقوط حسني مبارك. ففي بيان تحت عنوان مطالب لتجنب الثورة صدر في 19 من كانون الثاني يناير 2011 كتب الإخوان: المطالب هي أولاً إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصريين منذ 30 عاماً، خاصة أنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السنين. ثانياً حل مجلس الشعب المزور بإصدار قرار جمهوري من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد يعبر عن إرادة الأمة ويحقق آمال وطموحات المصريين وتحت إشراف قضائي كامل. ثالثاً العمل السريع والفعال على حل مشكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء. احنا كقوى سياسية يجب علينا ان نقول للجميع، يجب على القوى السياسية ان تقود الشارع والا تنقاد للشارع. الشارع يتحرك غالبا بعواطفه. نحن نريد ان نقنع الناس جميعا اننا ليس هذا مجال التكتيك، هذا مجال الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع القوى السياسية والوطنية، الصدق مع الشعب. نحن نريد أن نقنع الشعب، وأنا أعتقد عندما يظهر مرشحا توافقيا ستنقطع كل هذه الإشاعات وكل هذه الأوهام. راجماتية الإخوان المسلمين وواقعيتهم جعلهم يتكيفون مع الكثير من تطورات العصر دون الإخلال بالقيم المؤسسة للجماعة ومبادئ الإسلام الحنيف، فلا بأس أن يحضر قيادي إخواني فيلما سينمائيا. ولكن السينما دخلت بيوتنا والأغاني مفروضة علينا، وانت في العربية وانت في البيت بتسمع في ظل التلوث السمعي والبصري اللي سائد في المجتمع، لا يمكن أن تغلق أذنك عما يحدث. وأنا أعتقد أنه هذه وسائل وآليات وأدوات، إذا قدمت شيء يرتفع بالوجدان ويرتقي بالوجدان. وهنا أستعيد كلمة كنت تتلمست فيها على شيخي الإمام محمد الغزالي، يقول أنا عندما أسمع عبد الوهاب وهو يقول أخي جاوز الظالمون المدى تؤثر فيه، تحرك الصخر. وعندما أسمعه يقول جفنه يعلم الغزل، كلام فارغ ملوش معنى، يعني هو دعبه في اللحن والكلمات اختار. إذن أنت أمام وسائل وأدوات. أنا جيل تربى وطنيا على أغاني عبد الحليم حافظ صورة وغيرها، بل أنه نحن نثمن ما قامت به ليلى مراد
ما غنته في الأربعينات حينما قالت مصر الحرة ولو تتعر ما تلبس مرة يوم من برة، نحن كانت هنا تشجع الصناعة المصرية وتحث المصريين على أن يتعاملوا مع المنتج المصري في النسيج في الملابس. هذا من الأربعينيات، ألا يكون هذا ضرورة الآن لكي تخرج علينا ومثل هذه الأغنيات التي تشجع الناس على أن يعيشوا هموم وآمال وأحلام هذا الوطن؟ هذا ليس موقفا فيه اختيار، إنما هو فرض أن يستخدم الفن لتوجيه الناس نحو آفاق عليا ورفع معنوياتهم وتحقيق أحلامهم. الفن شيء الحقيقة يعني المفروض أن هو شيء حسن وحسن وسيء وسيء، بمعنى أنه هو من شأنه أنه يسمو بالمشاعر والأحاسيس ويخدم الرقي الخلقي وما إلى ذلك، فكل ما كان في هذا الباب فهو شيء طيب وإحنا بنؤيده والإسلام بيقره. ولو تذكر حضرتك أن الإمام البنا كان عمل يعني فرق مسرحية وعملوا تمثيليات وعرضت على مسارح عامة وما إلى ذلك، فهذا الأمر في هذا النطاق مباح. أما الثاني اللي بيخاطب الغرائز وبيستثير المراهقين والشباب وما إلى ذلك فهذا أمر يعني الإسلام لا يقره، ومن ثم فنحن أيضا لا نقره. تزامن انفتاح الإخوان داخليا مع كلام كثير عن علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ تنحي الرئيس حسني مبارك بفعل التظاهرات ضده طرحت أسئلة كثيرة عما إذا كانت ثمة صفقة قد عقدت بين الإخوان وواشنطن، وعما إذا كان الإخوان قد وافقوا ضمنيا على عدم المساس بالمصالح الأمريكية أو بمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. فهل تبادل الغزل هو لتمكين الإخوان من السلطة أم أن في الأمر تحولا استراتيجيا فعليا؟ الغزل ده قديم، كان في غزل بين الإنجليز والإخوان، وكان في غزل حتى بين الألمان الهتلريين والإخوان، وكان في غزل بين أمريكا والإخوان، وهذا الغزل قديم. هم دائما يتخيلون أن بإمكانهم أن يقيموا تحالفا مع قوة إسلامية سنية تفيدهم، وهنا ينشأ الخرافة اللي اسمها النموذج التركي. النموذج التركي يقوم على أساس خرافة إنه جيش يحكم البلاد وحكومة تدير شؤون البلاد، لكن النموذج التركي اختلف. ليه؟ أولا مصر ما كانش فيها أتاتورك طول عمرها، ثانيا مصر الجيش بتاعها مش علماني، ثالثا أردوغان ليس ودودا ولا لطيفا ولا معتدلا إلى هذه الدرجة. الصفقة الوحيدة التي يمكن أن يعقدها الإخوان بعد عهدهم مع الله سبحانه وتعالى هي صفقة مع الشعب المصري، وكل إخوان في بلد يعقدون صفقتهم مع الشعب الذي نبعوا منه ويحبونه، وهذا ما قلناه منذ فجر الدعوة على لسان حسن البنا وأكدته الأحداث والمحن المتتالية. نحن نتمنى كما قال البنا لو يشق الله للناس عن صدورنا ليعلموا مدى حبنا له، وليعلموا كيف نسهر ليناموا، وكيف نتعب ليرتاح، وكيف نشقى ليسعدوا. قالت الباحثة الأمريكية في مجلس العلاقات الخارجية إيزابيل كولمان في نيسان أبريل الماضي إن الإخوان مدينون للسلفيين في تنامي قوتهم. إن تنامي نفوذ السلفيين في مصر دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التراجع عن عدائيتهم حيال الإخوان. إن المسؤولين الأمريكيين باتوا ينظرون إلى الإخوان على أنهم الثقل الوازن مع تيارات إسلامية أكثر محافظة. كشفت الباحثة الأمريكية عن سلسلة من اللقاءات قالت إنها جمعت الإخوان بمسؤولين أمريكيين منذ نيسان إبريل عام 2011 مثل السفيرة الأمريكية آن باترسون ومساعد وزيرة الخارجية ويليام بيرنز والسيناتورين جون ماكين ولينسي جراهام.
أمريكا لم تدخل على الخط يعني مع الإخوان سوى بعد ثورة يوليو من عام 52. حاولت الجماعة بشكل أو بآخر أن ترسل رسائل طمأنة للأمريكان وأن تستغل بشكل أيضا أو بآخر بعض العلاقات المتوترة أو التخوفات من مجلس قيادة الثورة آنذاك. فلم يكن أمام الإخوان غير إرسال الرسالة: نحن لن نضر بمصالحكم، نحن لم نكن يوما أعداء لكم. الإخوان تحديدا كجماعة لم تضرب أي مصلحة لأمريكا أو الغرب في أي وقت من الأوقات. كثيرون تحدثوا عن علاقات سابقة بين الأمريكيين والإخوان، ولكن الاتصالات غالبا ما بقيت سرية لعدم إثارة حسني مبارك. وكان لافتا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حرص على أن يكون في جامعة القاهرة عام 2009 شخصيات أخوانية لحضور خطابه الشهير، وما أن سقط مبارك حتى صار الأمريكيون يصولون ويجولون في مصر وفي أروقة مكاتب الإخوان بحثا عن علاقات كانوا حتى الأمس القريب يرفضونها بقوة. يعني أنا أسمع كثيرا عن هذه الصفقات وأستغرب منها، لأنه في الوقت الذي نرى فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت استراتيجية كاملة في العالم كله في تهدف إلى محاولة تقويض أنشطة كافة التيارات الإسلامية في العالم، لا يمكن أن أتصور أن يقال أن هناك صفقة بين الإخوان أو بين أي طيار آخر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاستراتيجية الأمريكية القائمة الآن تعمل بشكل حثيث على محاولة تفكيك كافة التيارات الإسلامية، وإن اختلف التكتيكات ما بين مرحلة وأخرى ما بين استهداف البعض وترك البعض للمرحلة الأخرى، إلا أن الهدف النهائي للاستراتيجية الأمريكية الحالية هو العمل على عدم تحول هذه التيارات الإسلامية إلى حالة عامة في الشوارع العربي والإسلامي. كان النظام يبتز الغرب لتأييد بقائه ولدعم استمراره في الحكم بحجة أن الإخوان قادمون، والحقيقة أن البديل عن نظام حسني مبارك هو الديمقراطية والحريات العامة التي تتيح لكافة الأطياف بما فيها الإخوان المسلمون أن يخدموا وطنهم وبلدهم لتحقيق عدالة وحرية وتنمية ونهضة بعيدا عن منظومات الفساد التي استبقاها نظام حسني مبارك. الحقيقة أنا عايزة أقول أني كنت في إحدى الحلقات ومعي خبير عسكري سابق وقال أنه هو كان يعني راح في مهمة إلى أمريكا في التسعينات، بعد مش في التسعينات في الثمانينات بعد قيام ثورة إيران يعني على الشيعة، ولقيت الراجل بيقول ان انا سالتهم يعني قدر ان بيوصل يعني مع البنتاجون او مجلس الدفاع هناك بيسالوا، فهم بيقولوا لهم نفسهم الامريكان قالوا لهم بعد ثوره 79 لايران اللي فوجئنا بيها كان لازم نحط القوى الاسلاميه في كل المنطقه تحت اعيننا ونحن نتصل بهم، مش شرط بقى يكونوا بالإخوان المسلمين في مصر منذ ذلك الوقت، ولكن اتصال أمريكا بكل القوى الإسلامية في المنطقة بيبدأ من عقب ثورة إيران وبالذات بعد سنة 2000، يعني بعد سنة 2001 سبتمبر 2001 الأحداث اللي حصلت في أمريكا بدأت أمريكا أنا رأيي تعمل اتصالات كبيرة جدا بالإخوان المسلمين
سواء في مصر أو في الوطن العربي. وكان منهجهم ده رأيي إذا كانت هذه القوة هتنمو، إذا تنمو يعني تحت أعيننا وتنمو وفق شروطنا. وعشان كده إحنا هنلاقي أن مرسي لم يجيء إلا بموافقة أمريكا. يعني لازم نبقى عارفين أن الإخوان قدموا الكثير من قبل، من عشرات السنين، طمأنوا أمريكا، طمأنوا إسرائيل، طمأنوا أننا مع كل الاتفاقيات ولن نمس اتفاقيات السلام، ده طبعا كانت رسالة لإسرائيل. طمأنوا أمريكا اللي هي بالنسبة لها إسرائيل ده أساسي في المنطقة العربية. هم على اتصال دائم بأمريكا، يا إما ضمن أعضاء كبرلمان، كانوا بيسافروا كأعضاء برلمان، يا إما كأعضاء يعني إخوان مسلمين يقابلوا هناك مسؤولين أمريكان. ومن المعروف أن خيرة الساطر سافر أكثر من مرة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لا يهمها إلا مصالحها في المقام الأول والأخير، ومن أجل هذا حينما يعني شعرت في البداية أن هناك ثورة ضد النظام حاولت أن تسند النظام وتدعمه في مواجهة الثورة، ولكن حينما تأكدت أن الثورة ماضية في طريقها كان عليها أن تغير موقفها بسرعة حتى لا تفقد يعني الشعب المصري والوضع في مصر، مثلما حدث سابقا في إيران ودخلت في معارك لا زالت مستمرة ضد الشعب الإيراني حتى الآن. وبالتالي هي ترى أن القوى الصاعدة والأكثر تنظيما وإمكانيات هي قوى الإخوان المسلمين، وهي المرشحة لدور أكبر في الفترة القادمة. ومن هذا المنظور اتجهت إلى التواصل معها، والإخوان المسلمين من جانبهم يعني لم يعني يقابلوا هذا المسعى بالرفض، بل على العكس قدموا الإشارات الدالة على أن الإخوان المسلمين مستعدين لتقديم يعني ثمن هذه العلاقة، وأهمها الاحتفاظ باتفاقية كامب ديفيد على نحو ما أشار أكثر من قيادي في الجماعة. كامب ديفيد، اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية، أسالت عبر التاريخ حبرا كثيرا، أدت إلى قطيعة العرب مع القاهرة، تم نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، فهل يسقطها الإخوان المسلمون؟ السؤال طرح كثيرا منذ سقوط مبارك، لكن إجابات الإخوان بقيت متحفظة، فأثارت قلق الليبراليين واليساريين والناصريين حيال وجود صفقة. لا يوجد إنسان مسؤول في بلد يقول إنه سيشطب المعاهدات التي أوقعتها حكومات سابقة بجرة قلم، لكن كل هذه المعاهدات تقتضي التزام متبادل من الأطراف، إذا أخل طرف بالتزام فيجب أن ينبه، وإذا استمر على الإخلال بالتزامه فهنا يمكن تراجع المعاهدة ويمكن أن تلغى. ولنا في تاريخ مصر الحديث كلمة شهيرة للراحل الكبير مصطفى النحاس باشا عام 51 بعد 15 سنة، وهو الذي وقع معاهدة سماها الشرف والاستقلال معاهدة 36، جاء إلى البرلمان المصري ليقول باسمكم وقعت معاهدة 36 وباسمكم اليوم أطالبكم بإلغاء معاهدة 36. فكان هذا موقف يعمل آليات القانون الدولي، أن البرلمانات هي التي تراجع وتقر أو تلغي المعاهدات وليس الحكومات. الحكومات هي التي تلغي المعاهدات، كلام صحيح، لكنه يبدو أقل وضوحا من ذاك الذي ورد في بيان رسمي للإخوان المسلمين قبيل الإطاحة بمبارك. آنذاك تضمن بيان الإخوان مطالب واضحة بإلغاء المعاهدة، ولذلك ثمة من يقول إن المشروع الفعلي للإخوان لا يزال على حاله بالنسبة للنظرة لإسرائيل كدولة عدوة، وأن الحاصل الآن هو مجرد تمرير الوقت حتى الإمساك بالمقاليد الفعلية للسلطة. بيان الإخوان قبل الثورة تضمن التالي: إعادة النظر وفورا في السياسة الخارجية المصرية، وخاصة بالنسبة إلى الصهاينة، وضرورة قطع العلاقات معهم مع دعم الجهاد الفلسطيني، وقف ضخ الغاز والبترول المصدر للصهاينة، وإعادة النظر في سعره وتصديره إلى دول أخرى. أي حد عاقل
هيعمل عمله القوات اللي عملته القوات المسلحة على القوات المسلحة، انه بيضمن استمرار الاتفاقات الاقليمية والدولية. هذه ملفات غير مطروحة الان على اي مستوى من المستويات، وطرحها الان مطلوب منه تشتيت الانتباه وشغل الثورة عن اولوياتها. احنا اولوياتنا الحقيقية هي الحرية والديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المزري. مصر مش مطلوب منها الان تخوض حروب، بس ايضا مش مطلوب منها تحاصر اخوانها واهلها في غزة ولا تعادي المقاومة بلا مبرر. ده الحد الادنى. اما الاتفاقات لن يستطيع احد ياتي جنبها الان لفتره طويله. احنا الان يهمنا بناء مصر القويه. مصر القويه لما تبنى هي دي الاولويه المطلقه في هذه المرحله. التزام جمهوريه مصر العربيه بكافه الالتزامات والمعاهدات الاقليميه والدوليه. ما خسره العرب طوال 60 سنه في حروب شنتها عليهم اسرائيل يكسبه العرب الان او يصححوه بحرب واحده، هي حرب الديمقراطيه. عندما يصر العرب الآن على إقامة نظم ديمقراطية في كل البلاد العربية، هذه معركة سيكسبها الشعب العربي في كل مكان، وسنثبت للدنيا كلها أن ما روجته أركان العصابات الصهيونية على أنهم واحد الديمقراطية في العالم وصفقوا لهم طوال 62 أو 63 سنة كان وهما من الأوهام، وأن الديمقراطيات الحقيقية لا تصنعها العنصرية ولا تصنعها الحروب ولا تصنعها ترسانات الأسلحة النووية، ولكن تحميها إرادة الشعوب الحرة في مصر، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في اليمن، السعودية، في ليبيا، في تونس، في المغرب، في البحرين، في كل موقع على الأرض العربية. إرادة الشعوب العربية التي يتحدث عنها القيادي الإخواني عصام العريان أقلقت إسرائيل. ثمة شعور بأن الطوق الإسلامي بدأ يضيق الخناق، قال الكاتب الإسرائيلي رون ليشن في صحيفة هآرتس. إن المصريين سيصوتون للإخوان المسلمين لأن أي من الأحزاب الأخرى لن يستطيع إحداث التغيير الذي تنشده الجماهير. إن السيناريو الإسلامي قد يمتد إلى باقي دول الشرق الأوسط. إن الديانة سياسة راديكالية ستقتل قريبا هذه المنطقة. الأخطر من هذا التوقع هو ما كشفته مجلة روزل يوسف في الرابع من أيلول سبتمبر الماضي، نقلا عن تقرير للمخابرات الأمريكية بعد لقاء جرى في نهاية آب أغسطس الماضي بين وفد إسرائيلي وآخر أمريكي. قالت فيه: إن إسرائيل طلبت الضوء الأخضر وتوقيع المسؤول في المخابرات المركزية الأمريكية لتنفيذ عمليات استخباراتية ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر. إن الإخوان المسلمين تمكنوا حالياً من الشارع وسيسيطرون على نسبة تتراوح بين 60-70% من مجلسي الشعب والشورى. إن الموساد بدأ بمتابعة الإخوان والتنصت عليهم، وحذر من أن دم السفير الإسرائيلي في القاهرة قد أحل بفتوى علنية من قبل الجماعة. قد تكون هذه المعلومات الاستخبارية صحيحة أو أنها من باب التهويل الإسرائيلي المعهود، لكن الأكيد أن الإخوان المسلمين باتوا قوة كبيرة في مصر والعالم العربي، وأن أمريكا مضطرة لمحاورتهم، وأن إسرائيل ليست مرتاحة أصلاً لهذا الحوار، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً لتغيير واقع نشده جزء كبير من المصريين طويلاً. إيتان جيلوبا، خبير شؤون الشرق الأوسط جامعة بار إيلان. إن المحاولة الأمريكية للتصالح مع الإخوان المسلمين مشكلة كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل. الإخوان المسلمون هم أكبر معارضي اتفاقية السلام مع إسرائيل، وثمة خطر بالتالي لإلغاء المعاهدة. أما وقد صار الإخوان المسلمون في صلب السلطة في مصر واحتلوا رأس السلطات التشريعية والتنفيذية، فقد صاروا عرضة لكل الأسئلة والمساءلات، ولعل السؤال الأبرز المطروح اليوم هو حول مشروعهم الحقيقي وعلاقاتهم الخارجية، أسئلة يطرحها الخصوم والحلفاء على السواء.
بالتأكيد أنا أحمل طبعا الميراث الاستبدال الثقيل الذي عاشته مصر في العقود السابقة هذا العيب، أنه أن الحركة الإسلامية لم تجد مناخا مواتيا لتطوير خطابها السياسي. أما بعد الآن فأستطيع أن أقول أن الخطاب السياسي الإسلامي لن يستطيع أحد أن يمسك عليه مثل هذه الأخطاء، وإن كانت هناك بعض الأخطاء حتى الآن إلا أننا نستطيع أن نقول أنها أخطاء بداية ممارسة الحياة السياسية، لأن هذا التيار معزول لعقود طويلة عن الحياة السياسية، فلابد أن يخطئ في البداية، ولكن الحركة والمآل والمسار يؤول نحو الرشد السياسي الذي لن نرى فيه بعد ذلك تخويف في مجال السياسي باسم الدين أو تهديد باسم الشريعة أو ما يشبه هذه المصطلحات. نريد مصر وطنا ديمقراطيا تقدميا ليبراليا، دولة لكل مواطنيها مسلميها وأقباطها رجالها ونساءها فقراءها وأغنياءها على قدم المساواة. هذا ما يخيفني، أنهم يقفون ضد مشروع مصر المستقبل ويريدون مشروع مصر الإخوان. المشروع الإخواني الإسلامي في مصر يفتح الباب على الكثير من الانتقادات، ولكنه يفتح الأبواب أيضا على الأمل بتغيير حقيقي ويعيد مصر إلى مكانها الطبيعي داخليا لأجل حياة أفضل لشعبها، وخارجيا لنصرة القضايا العربية. ويبدو أن الإخوان عازمون اليوم على إعادة قراءة خطابهم لتطويره وتحديثه، فالالتزام بالقرآن الكريم لا يمنع التكيف مع متطلبات العصر. الله لا يلزمنا إلا القرآن والسنة. النماذج التطبيقية في العصور الإسلامية لا تلزم أحدا إلا أصحاب هذه العصور، لأنهم اجتهدوا في ضوء القرآن والسنة لمواجهة التحديات تواجههم في عصورهم. ولذلك مع التزامنا بالقرآن والسنة التزاما كاملا، نحن نعمل آلية التجديد والاجتهاد، ومنها أن نستفيد بتجارب الحضارات الأخرى من حولنا، كما استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارب الآخرين في حفر الخندق، وكما استفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إنشاء الدواوين، وكما صك عبد الملك بن مروان العملة عندما حصلت مشكلة بينه وبين الروم. إذن نحن نستطيع أن نستفيد من الإنجازات الحضارية. لذلك يعتمد الإخوان المسلمون في نظام الحكم الدستوري النيابي الذي يمكن أن نسميه الآن النظام الديمقراطي، الذي يعتمد أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن الحاكم يستمد شرعيته من اختيار حر لشعبه، وأن الشعب يستطيع أن يراقب الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله، فليس هناك حاكم مؤبد في موقع الحكم، وأن النيابة عن الأمة هي أفضل تمثيل لاختيارها، بمعنى أن رضا الأمة وقبولها بالحكام هو أن تذهب إلى صناديق الانتخاب لتعبر عن هذا الرضا. الأمة كلها مجتمعة في اختيار برلمان يعبر عن أهدافها ومصالحها، ويناقش السياسة العامة، ويضع التشريعات اللازمة لسير الحياة اليومية، ويضع الخطط العامة، ويقر الموازنة، ويقر الحسابات الختامية، ويراقب الحكومة وينتقدها ويحاسبها ويعزلها أيضا. ونحن نعتمد أيضا هنا تراثنا وتراث العالم في ضرورة استقلال القضاء استقلالا تاما بعيدا عن الحكم وبعيدا عن الهوى. وأيضا نعتمد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة التي لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، القضايا القطعية الثبوت قطعية الدلالة، وبعد ذلك يأتي الشريعة كمصدر رئيسي في اجتهادات الفقهاء وتنوعاتهم، وهذا يرجع إلى البرلمان الذي لابد أن يستعين بمن يشاء من خبراء في كافة مجالات الحياة بما فيها المجالات الفقهية، لكي يضع التشريعات اللازمة ويراقب أداء الحكومة. مبدأ آخر من هذه الأمور هي الحريات الشخصية والحريات العامة، الحفاظ على الحريات الشخصية والحريات العامة، حرية العقيدة، حرية العبادة، حرية التنظيم، حرية التعبير، حرية العمل. حرية وعدالة، حرية وعدالة، حرية وعدالة. الحرية الحرية الحرية، يرددها الإخوان المسلمون فيطمئنون الداخل والخارج،
لكن العبرة تبقى في التنفيذ. يقال إن الغرب قبل بواقع الحال مع الإخوان لأنه لم يستطع غير ذلك، ولكن يقال أيضا إن الغرب يدرك أن حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية كفيل بإنهاء مشروع الإخوان بعد سنوات قليلة. فهل ينجح الإخوان المسلمون حيث فشل غيرهم؟ العبرة في التنفيذ، وإن غدا لناظره قريب.